أكدت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبد الله الصباح على ضرورة تعزيز دور المرأة الريادي والعمل على تمكينها، لافتة إلى الحاجة لمزيد من المبادرات المبتكرة محددة الأهداف والجهود المنسقة لتحقيق هذا الغرض. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الاتحاد النسائي عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الافتراضي التمكين المجتمعي للمرأة نماذج دولية وآفاق كويتية، والذي نظمه الاتحاد برعاية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مدى يومين بمشاركة عربية ودولية.